الحقيقة يعني احنا قد ما نحكي على كريم، يعني أنا صراحة غصة والله كابتن، كنا احنا بينا غصة، كنا بينا غصة على اللي يصير، والله يساعدكم، الله يساعدكم كابتن حبيب، الله يرحم، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعينه كابتن حبيب ويعين أهله ويعين الناس اللي عاصروه الكابتن كريم. يعني أنا ما شايف الكابتن كريم بصراحة، يعني أنا يعني مجرد تواصل على الواتساب واتصالات هاتفية من عن بعد، أنا برا برا البلد بالغربة وتجينا المصايب. يعني حتى أنا البارحة دا أحكي ويا الكابتن، أو اليوم دا أحكي ويا الكابتن ثائر قبل البرنامج، أقول له إحنا بالغربة العراقي المتغرب ما مرتاح، واللي بالبلد ما مرتاح، كنا نبكي وكنا مليانين قهر يوميا. يعني ما أعرف، الله يعينكم أنتم بالعراق، وهو زميلك أكيد، زميلك وأخوك كريم صراحة. يعني ايش قد ما تحكي عليه، يعني ما توفي بحقه، لأنه هو إنسان طيب. يعني عاشرته يعني من الشباب الطلبة لحد الرشيد، لحد الطلبة، رجعنا مرة ثانية لعبنا للطلبة بالمنتخبات الوطنية الشباب والوطني. نعم. يعني بصراحة ما شفنا من عنده فتشي، يعني انه فد يوم اذى احد، فد يوم حكى على احد، حتى عنده خصلة يعني الكل يجوز ما يعرفوها، انه هو ما يقبل واحد يحكي على واحد. يعني اذا نقعد سوا نسولف مثلا، نحكي على واحد او ننتقد على واحد، ما يقبل، يقول لا تحكون عليه، اذا بكم واحد يريد يحكي خليه يحكي قدام. فانسان يعني بصراحة يعني خسرناه، احنا خسرناه يعني كأخ وصديق. مع العلم بالفترة الأخيرة يعني كابتن كريم واحد من يعني طور نفسه كمدرب، واشتغل مع كابتن ثائر، وأخذ كثير من الأمور اللي جيدة جدا واللي استفاد من عتها. والدليل أنه بالفترة الأخيرة شفت يعني مستوى الفريق الكرخ الموسمين أو الثلاث مواسم اللي راحت. هو واحد يعني كان الفريق الكرخ، العفو، الحصان الأسود مثل ما يقولون بأقل بالدوري الإمكانيات وبنوعية لاعبين بسيطة، لاعبين شباب يعني، وهذا هو اللي أثبت جدارته في عالم التدريب.